ما هي الأوقات الخمس لنظافة الأيدي؟ قبل ملامسة المريض، لحماية المريض من العدوى الموضعية في بعض الحالات للعدوى الخارجية المنشأ الناجمة عن وجود الجراثيم الضارة على يديه. قبل إجراء التنظيف أو التطهير، لحماية المريض من انتقال الجراثيم الضارة إليه. بعد خطر التعرض لسوائل الجسم، لحمايتك من العدوى الموضعية أو العدوى بجراثيم المريض الضارة، وحماية بيئة الرعاية الصحية من انتشار الجراثيم. بعد ملامسة المريض، لحمايتك من العدوى الموضعية بجراثيم المريض التي قد توجد على الأسطح أو الأشياء المحيطة بالمريض، وحماية بيئة الرعاية الصحية من انتشار الجراثيم. بعد ملامسة محيط المريض، لحمايتك من الاستعمار بجراثيم المريض التي قد توجد على الأسطح والأشياء المحيطة بالمريض، وحماية بيئة الرعاية الصحية.